المصوتون بنعم. المصوت شكرا لكم. المصوتون بلا الله يبارك. المصوتون ممتنعون. أعتبر أن المجلس قد صوت على مشروع القانون المنظم لنشاط المحروقات بكامله. أحكام قانون الذي تفضلتم مشكورين بالمصادقة عليه تحمل رسالتين: رسالة موجهة للمستثمرين لتشجيع الاستثمار في مجال المحروقات ومن قبل سوناتراك لوحدها أو بالشراكة مع شركات الأجنبية عندها قدرات مالية وتكنولوجية عالية، بالإضافة إلى التزامات المتعلقة بتلبية الاحتياجات السوق الوطنية والمراقبة الصارمة وبحماية البيئة. كذلك رسالة موجهة نحو المجموعة الوطنية تتمثل في أن هذا القانون سيزيد في المستقبل القريب من مداخيل الدولة، وسيخلق مناصب شغل جديدة عن طريق الأنشطة الناتجة عن الاستثمارات.